بسم الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأكبر جل جلاله وعم نواله وعظم سلطانه. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. قال كل ما علامات، إن في ذلك لآية، كل شيء هو آية علامة. إذا ما رب خلق هو واحد لا شريك له، ولم يلد ولم يولد ولم يجد، لأنه لا بعد الوجود إلا به، ولا منه في الوجود إلا هو سبحانه وتعالى. قال إن في ذلك لآيات، كما ما سبق حديث عن نهاية كارثية لقوم سيدنا نوح عليه السلام، بقي فيهم لبث فيهم ساعة 150 سنة، قال أنا زادوا 50 على 900، شوف طالت المدة والله صبر عليه. وانتم الكرب كذلك ربي صبر عليكم من وقت بني أمية وحتى قبل الكرب، جلهم يعني ينزلوا بالكرب من الله رغم التنذيرات والتحذيرات والبشائر، وما يفيدهم شيء، لا تصرفكم ولا تتودد له، وهو باق متكلس والعياذ بالله. يعني إنسان أسير الشيطان، ولا يريد غير ذلك منهجا ولا تفكرا ولا سلوكا، نسأل الله السلامة.